توجيه من السيد المدير معنيني والمهندس حازم محمد الكعكائي وضمن واجبات شعبة الإعلام والاتصال الحكومي في مديرية معنينوة في تلقي شكاوى المواطنين ومن ثم فلترتها وإرسالها إلى شعب الصيانة في جانبي المدينة الأيمن والأيسر. لدينا عدد منافذ لاستقبال الشكاوي، منها أرقام الهواتف الثلاثة الجانب الأيسر والأيمن والأقضية والنواحي، ومنها مكتب الشكاوى في مقر المديرية ومكاتب الشكاوي في شعب الصيانة في جانبي المدينة الأيمن والأيسر، باب شمس قرب الخزان والدواس قرب الخزان. تحل ما يقارب من الشكاوي لشعب الصيانة الأيمن والأيسر أسبوعيا من 50 إلى 60 إلى 70 شكوى قد تصل في أوقات الذروة، أي ما يقارب شهريا من 240 إلى 250 شكوى تلبى من قبل فرق الصيانة في مديريتنا. نتمنى من أهلنا في محافظتنا وفي حال وجود أي تكسرات أو أي نروح في أو تجمعات مائية إبلاغنا، لكن اليوم الإبلاغ مو كافي، نتمنى أن إرسال المنطقة أقرب نقطة دالة، ترك رقم هاتف خصوصا على موقع المديرية الرسمي الماسنجر، ترك رقم هاتف واسم حتى يتسنى إلى فرقنا الاتصال والتواصل مع أهالي المنطقة أو مقدم الشكوى لغرض حل المشكلة في أسرع وقت ممكن. كما نتمنى من أهلنا الترشيد في استهلاك الماء ليصل الماء إلى الجميع، فالماء نعمة والواجب علينا حفظه.